دولة كانت تريد أن تكون داخل الدولة، لكن المواجهة زي ما قلت المرة دي مواجهة مختلفة. المواجهة المرة دي مواجهة حقيقية، ما فيهاش تمثيل، ما فيهاش مناورة، ما فيهاش مناورة. الناس دي كانت عايزة تخطف البلد، الناس دي عايزه تعمل البلد دي تدوب الحدود، والناس دي بتكره مصر، الناس دي بتكره بجد بتكره مصر. حد يقول لي يا اخي انت بتبالغ، بقول له لا، هم يقول لك انا طز في مصر ومصر وممكن واحد ماليزيا يحكمني. يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لما جه هاجر من مكه المدينه كان هيبكي، وقال لمكه كده وهو بيبص: والله لانك احب البلاد الى قلبي، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. ده كان النبي مثال الوطنيه بقول. لكن تعالوا، انا بستحضر افضل ما سمعت اذني من مرافعه لوكيل النائب العام وهو بيتكلم في قضيه التخابر بتاع محمد مرسي على قطر. تعالوا نسمعه لمده دقيقه بس، لانه فعلا يعني كاشف وفاضح كيف لهؤلاء ان هم يخونوا هذا الوطن. تعالوا نسمعه. استحلفكم عداله المحكمه وانتم تسطرون حكمكم العادل ان تضعوا نصب اعينكم دماء المصريين التي سالت، أطفالهم الذين يتموا، نساءهم اللواتي فقدن الزوج أو الولد. ضعوا نصب أعينكم، شهداءنا من رجال القوات المسلحة والشرطة الأبرياء الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم فداء هذا الوطن وحماية أراضيه. استحلفكم بروح الشهيد محمد مبروك الذي كان يمني نفسه ان يتواجد امامنا الان في هذه الساحة المقدسة لينطق بلسانه شهادة حق، شهادة حق تستمع اليها المحكمة وجموع المصريين، شهادة حق سطرها بيده وكأنها شهادة وفاته. إن أرواح شهداءنا الأبرياء في انتظار حكمكم العادل ثأرا من هؤلاء الخونة الذين باعوا مصر بأيديهم لحفنة من الشياطين. فلا هؤلاء المتهمون إخوان لنا في هذا البلد، وليس من بينهم مسلم حق. إنهم هم الكاذبون في كل موضع، المخلفون لعهودهم، الخائنون لأمانة الحكم التي أولاهم الله إياها. لعنهم الله، ساء ما يحكمون. شكرا سيادة الرئيس.